ولكن أمريكيا نجد أن مجلة تايم أمريكية في عددها هذا الأسبوع حذرت من أنه يمكن اتهام حلفاء إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهذا أمر غاية في الخطورة بالنسبة لحلفاء إسرائيل. كيف تؤثر مسألة جرائم الحرب والإبادة الجماعية تحديدا على الموقف الغربي؟ هل ستكون هناك أيضا قيود غربية على حروب إسرائيل وطموحات الإسرائيلية مستقبلا؟ والسؤال موجه لك سعد سفير. نعم، إنما تقوم به إسرائيل وقامت به في الماضي القريب جدا من إبادة جماعية وجرائم حرب والتصاق دول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة بإسرائيل منذ بداية الحرب، هذا ما أدى إلى ضمير تحرك ضمير عند الدول الأوروبية، وربما أيضا نتيجة لضغط شعوب هذه الدول كما في الحال هي الحال في الولايات المتحدة، ما اضطر هذه الدول إلى الابتعاد. وقد شاهدنا كيف أن دولة نيكاراغوا اشتكت على ألمانيا بأنها مشاركة مع إسرائيل في جرائم الحرب، وربما قد تتطور الأمور ودول أخرى قد تشتكي على دول أوروبية أخرى في هذا المجال. لذلك نعتقد، أنا أعتقد أن هنالك ابتعادا واضحا من الدول الغربية عن إسرائيل في هذا الموضوع بالذات. الدول الغربية لا يمكن أن تقبل، عندها مشاكل في الماضي منذ أيام الحرب العالمية الثانية وربما ما بعدها، عندها مشاكل قريبة لما تقوم به إسرائيل حاليا، لذلك لا تريد هي أن تعاد الذاكرة في هذا الموضوع. من هنا نرى كيف أن مثلا جريدة الول ستريت جورنال الواسعة الانتجار والتي هي يمينية ومؤيدة لإسرائيل، كيف أنها كتبت مقالا هاما جدا بأن إسرائيل فعلا تحقق بعض الانتصارات العسكرية على حماس، ولكن بالنتيجة ربما فإن قد تخسر الحرب. يعني هي تحقق انتصارا عسكريا هنا أو هناك، ولكن الحرب بالنهاية من المحتمل أن تخسرها، من المحتمل أن لا تكسبها. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول أن تضغط على إسرائيل، إما من الداخل الإسرائيلي مع المعارضة ضد نتنياهو، وأيضا من الخارج ضد نتنياهو للقبول بحل الدولتين، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة كلها تريد مصلحة إسرائيل، وترى أن ما يقوم به نتنياهو هو لغير مصلحة إسرائيل، فيرون أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية يريح إسرائيل ويريح منطقة الشرق الأوسط ويريح هذه الدول. بالنتيجة تنعكس هذه التطورات الإيجابية ستنعكس مستقبلا على هذه الدول الغربية. لذلك أنا أعتقد أن المستقبل، وإن لم يكن في القريب العاجل وإنما عاجلا أم آجلا، ستحصل ضغوط على إسرائيل ربما لإزاحة نتنياهو والقدوم بحكومة تقبل بحل الدولتين، خلافا لما يفعله نتنياهو في الوقت الحاضر.